التداول باستخدام المتوسطات وكذلك مؤشر واحد. هذه الطريقة تغنيك عن كثير من الدورات. ممكن تستخدم متوسط اسي، افضل شيء نختار متوسط اسي ونبدأ نغير هذا الرقم اللي انتم شايفين، نغير الى كم؟ من 10 نحوله الى 7، 7 ايام انا افضل على اليومي. وبعدين نضيف المؤشر الثاني اللي هو عبارة عن مؤشر، قبل المؤشر نضيف المتوسط الثاني اللي هو عبارة عن متوسط 20. انا افضل مثلا ان الواحد مثلا يضع هذا اللون للمتوسط 7، حط له اي لون بيغير اللون، ممكن يغيره من هنا مثلا، يضع له هذا اللون ويجعله في الصعود والهبوط افضل بهذه الطريقة. طبعا يسأل واحد هل لازم اشترك مثلا في البرنامج ولا شيء؟ لا 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 مو شرط انك تشترك. هذا المتوسط 20 ممكن انت تضع عليه كليك وتغير لونه في الصعود والهبوط، تغير مثلا اللون الى ازرق. الان خلينا نغير اللون كامل، الصعود والهبوط افضل، خليه في الصعود والهبوط نفس اللون. كيف الطريقة مثلا؟ طريقة الدخول اذا تقاطع متوسط 7 ومتوسط 20 وكان التقاطع ايجابي، ايش معنى ايجابي؟ متوسط 7 فوق 20 يتم الدخول مع هذا السهم، ولا يمكن الخروج من هذا السهم ما لم يتقاطع اللون الاخضر اللي هو متوسط 7 مع اللون الازرق. شوف ما شاء الله تبارك الله العطاء، تقاطع عند مثلا 31 والان شايفين بدت السلبية في سهم ميبكو، وممكن انا خلاص اخذت ربحي 20% 30% ابيع. وافضل طريقة انا بالنسبة لي انا كخروج، مجرد ما يكسر الشمعة تصبح تتداول تحت الخط الاخضر اللي هو مؤشر اللي هو عبارة عن متوسط 7 اخرج. كذلك انا ممكن ادعمه في مؤشر اسمه مؤشر الاستوكاستيك، اني قلتلك لو اضفت معها مؤشر حيكون الوضع افضل، مؤشرات فنية او تلقاها مباشر هنا عبارة عن ايش؟ مؤشر الاستوكاستيك. ايش يفيدني الاستوكاستيك فيه؟ ان هل السهم في قمة او قاع؟ اذا كان حول 80 او فوق 80 يعتبر في قمة، تحت عند 20 يعتبر ايش؟ في قاع. لكن افضل الدخول لما يكون مخترق 20 في الصعود للاعلى، وافضل خروج لما يكون كسر 80 في عملية ايش؟ النزول. من المفترض اني انا هنا خرجت بهذا الموقع، ولا اريد اطيل عليكم باكثر من كذا، يعني من المفترض ان بعد ما كسر هنا بدأت في عملية الخروج، يعني خرجت على تقريبا 35 وانا داخل على 31. 4 ريال خير وبركة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.